بعد ما عرفنا مين هو الخصم اللي حيلاعب السقة، حابة اسأل باسل، باسل شو هو سر عشقك لميسي؟ وحتى بتقول عليه انه ليس من هذا العالم، هو من عالم اخر. لا ما انا اللي قلت. اوكي. يعني لما سئل، نسيت بالضبط مين، قالوا له انه شو رايك بميسي، مين افضل لاعب في العالم؟ قال لهم بعتقد ارسن فينجر. اوكي. فقال كريستيانو رونالدو. وسألوه عن ميسي، قالوا لهم ميسي ليس من هذا العالم. أوكي. وحقيقي يعني ميسي اللي بيشوف اللي بيحب فوتبول، ما بعرف شو رأيه. صح. لا ميسي حريف. برشلونة ولا مش ولا أنا بارس. بارس. هو وياسين بحبوا بارس. بس أكيد ما فيك ما تقول إنه بيلعب كتير حلو. شو طبعًا. ميسي. إيه أكيد. لا ميسي لعيب. بس ميسي لعيب حريف ولعيب يحل يعني يحل لك أي لغز في الدنيا في أي وقت. حلول صح. بالزبط. عنده حلول سريعة بأي وقت. صح. وممتع أهم شيء. يعني انه لاعب الفوتبول يمتع الناس اللي بتفرجوا. بالضبط. اوكي حضرتك انت بتحب كريستيانو. حلو تمام. حبيته اكثر لما راح على يوفنتوس ولا حبيته اكثر لما كان بريال مدريد؟ لا بريال مدريد طبعا. اوكي ليه شو اختلف فيه؟ كان افكتيف اكثر واللعيبه اللي حواليه مساعدينه. طب يا ريت ترجعوه لو سمحتوا يا جماعه لان احمد مش مبسوط كريستيانو. كريستيانو هيرجع هيرجع المفروض هيرجع. انت عارف ان في مفاوضات. هيرجعوه. نحن اليوم بدنا نشوف ميسي بيقطع كريستيانو وكريستيانو بيقطع ميسي. لو سمحتوا بهيدي الحلقة بنغلب السقة. أوكي. ويلا نبدأ.